السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عام من النصر يا عدن، كل عام وأنت السلام والأمل والأمان. في مثل هذه الأيام وفي ليلة القدر سكأت الحوت سكعة والمخلوع بين العيون، ورديت لشعب اليمن الأمل في التحرر من عصابة الكتل الحوثية. حوثي فرض إعلانه الدستوري، وفي عدن حرقوه مع دستوره. ذيك الأيام رجع حمزة الحوثي وحقه الوفد بقسمة ذكرى العراسي، وخرج الشخوى يقول السبب في الهزيمة زيارة العيد، تلاحقت هزايمهم إلى اليوم وبقى تستمر. كنا في عدن واليوم ببني حشيش. حمزة حوثي نفسه برضه رجع هو الزوكة والعواضي من الكويت بعد أطول مفاوضات، مفاوضات طيسي فيسي، رجع يحمل أغصان السلام. وغير الاستقبال الكبير للوفد، ثم تعاطي حذر مع مجريات الأحداث وحرص كبير بألا تغفل البندقية عن مهمتها والشعب عن مسؤوليته. الله الله الله، شهرين وتجي تتكلم على البندقية؟ هيا كيف يا ولد الشيخ، مش قلت إلا أنك بلطت كذا أرضية للسلام؟ يمكن هذا المعلق غلطان ومتحمس، خلونا نسمع حموز. أبطال الجيش واللجان الشعبية، ونقول الحذر 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 واليقظة، وصمودكم خلال هذين الأسبوعين سيكون عبارة عن صمود مفصلي. فينك يا ذكرى فينك؟ ده شكله ما حد يتفهم معلّا أنتي. حموز استحي قليل، على الأقل اتجمل من الكويتيين، شهرين خلصت لهم الرز والكبسة والأكل، وجيت تتكلم عن البندقية والقتال، قال لك تصعيد خلال أسبوعين، مو كنت تسوي بالكويت؟ رحت تعتذر للسفير الأمريكي عن الشعار بس وانتهت المهمة. وفينه بن فليتا؟ ما شفتوش بينهم؟ كيف بالله يا شباب دوروه، يمكن غطس هنا ولا هنا. حذر مع مجريات الأحداث وعن مهمتها. واليقظة عسكريا خلال الفترة المقبلة. فعلا مش موجود، فين الخبير يا حموز؟ مش تقولوا طيب، مادام ما تخلونا نغلق، عبد السلام فليتا ما قدر يفارق الكبسة والحاشي، في انفصام شخصية بهؤلاء، هنقمة وتتقارحوا بالأيادي والزناد، ولا تفلتوا البنادق علينا. ومرسلين فليتا للكفيل، شكله قد فتح له منشر في ظهران القلوب، والصمود عندنا وعلينا. وفي قناة المسيرة تمكنوا الناس العطوان السعودي وأصحابكم هناك، راح يدور زايد ناقص للعيد. وبنقول زي ما تقولوا سابر، هنقوموا عند الخدعان ودهدوهم للمقابر. تشيع عدد من شهداء اللجان الشعبية في محافظة صنعاء في هذا الفترة. مديرية شعوب بالعاصمة صنعاء زف أبناء المديرية الشهيدة خالد يحيى الجمالي، وشمال العاصمة صنعاء زف أبناء منطقة الروضة الشهيد سراج أحمد خرسان، زف الأهالي في منطقة جدر بالعاصمة صنعاء، كما زف أبناء مديرية معين إلى روضة الشهداء بالجراف. وفي مسجد الحافة بمديرية شعوب أدى الأهالي صلاة الغائب على روح الشهيد إلياس محمد صب. كما شيع أبناء مديرية سنحان بمحافظة صنعاء جثمان الشهيد إسماعيل أحمد الحملي. إلى ذلك ودعت محافظة عمران ثلاثة من شهداء الجهاد المقدس بعد أن قضوا في ميادين العزة والشرف. لا تزال محافظة دمار تقدم خيرة شبابها في معركة الجهاد المقدس دفاعا عن الوطن وكرامة. غبني على الخدعان والتعبئة مستمرة. لا لحق أخ الله خير يا شخوة، لا لحق أخ الله خير، متقاول المقابر وأصحابك متقاولين بالسوق السوداء. صحوا الناس في صنعاء على زيادة 600 ريال في دبة الغاز كذا بلا أي مقدمات ولا مؤخرات، ورجع سعر دبة الغاز 5000 ريال عادي، ومن أبوه يتكلم وحمد الله أنه متوفر. للتذكير انخربت البلاد عشان القرعة، عشان الألف، عشان باسندوة، مين يذكر؟ قلت بس عشان لا تنسوش. بيقولوا انهم صف واحد وهم صفوف ودرجات وطوابق، هم القادة والسادة وبقية الشعب بعد المليح بعده.
ولما تدخل بينهم تلاقيهم ساعة المطبق، أصحاب القرف غير أصحاب الطيرمانة، والقاوق والصعداوي غير الصنعاني غير الدماري، وكل ما نزلت منزل تلاقي القنديل ينقص على قليل قليل، أبو 60 وات، أبو 40 وات، أبو 20، لما يوصل القنديل أبو 5 وات عشان يلائم الطاقة الشمسية. صف واحد بس القبيلة يصرفوا له كفن شهيد، والقاوقات يصرفوا لهم إيش؟ يصرفوا لهم رتب عقيد وعميد، وحتى لما يموتوا سوا عيال القبائل صناديق حمر والقاوقات أخضر خضاري. في مقترح عشان ما نتلخبطش في الضبابيط حقهم، يعني المفروض لازم الحوثي يرنقق أصحابه ساعة الكتاكيت من شان نقدر إيش؟ نقدر نفرق بينهم، يعني نعرف هذا الضابط من عيال بمبات ولا من ضابط حق الشعب. صف واحد بس القبيلة يشتري البترول من السوق السوداء، وعيالهم يلفلفوا القاطرات من رصيف الميناء وعاملين بها أسواق المجاهدين. صف واحد بس المواطن العادي يدفع مجهود حربي وهم يشتروا في بفلال وسيارات عشان يوصلوا الشهداء وأمورهم سابرة والحوريات قدامهم. صف واحد بس ابن القبيلة لازم يصمد ويتحمل ويربط بطنه من الجوع، لأنه هذا في ميزان حسناتك، وبني بمبات عيالهم لازم يجاهدوا في الشؤون المالية والإدارية والصناديق في الوزارة، ها أهم شيء الصناديق في الوزارة والمؤسسات، وهم مع ربي والكل. صف واحد بس القبيلي سهل يموت في الحيود والعوارض، وبني بمبات في المؤسسات يتخاصموا المناصب ويعوموها بينهم البين، وأربع أخماس لهم وخمس للشعب، لازم الشعب يسدد المتأخرات من بعد 26 سبتمبر. آخ يا عيال القبائل آخ، قد كنتم على حسين، قد كنتم على حسين محب، قال لكم الدبور ما بلا تلاحقوا بعد حسين الحوثي، شوفوا ها كيف حقكم الصفوف بالجوامع والمقابر. العالم يفتتح أكبر المشاريع والحوثي فتح لكم اللحود كل يوم كل لحظة. هيا أش ولا نخ.